دكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس. دكتور أحمد، بداية صباح الخير. صباح النور يا فندم، على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا. في السنوات الأخيرة أصبح الاهتمام بالتكنولوجيا والعلم في الزراعة بيتم التركيز عليه بشكل كبير. عايزين نتكلم على أهمية هذه النقطة. الموضوع ما عادش أدينا بنزرع وبس، بما أن الزراعة بيتم الاهتمام بيها جدا لأن هي بمثابة أمن قومي، إذا كمان التكنولوجيا والدراسات والعلوم أصبحت تتدخل بشكل كبير جدا، ومجهودات كثيرة من قبل الدولة لمساندة الفلاح ومساعدته في أن تكون زراعته بشكل أفضل. تمام، زي ما حضرتك تفضلتي، العالم دلوقتي كله بيسير في ركب الحداثة والتحديث والابتكار والتكنولوجيا، وبالتالي احنا لما نيجي نشوف كده المشروعات الزراعية اللي تمت في الآونة الأخيرة خلال الفترة بتاعة 8 سنوات، هنلاقيها إنها كانت كلها مشروعات زراعية تمت بشكل ووتيرة سريعة وعملت نقلات نوعية كبيرة جدا. والسبب في هذا الأساس هو عنصر التحديث. احنا لما نيجي نشوف المساحة بتاعة الأراضي المستصلحة في كم المشروعات اللي اتعملت، مشروع ال100,000 فدان صوب أو زراعات محمية، ثم مشروع ال1.5 مليون فدان اللي هو الجديد، ثم مشروع الدلتا الجديدة اللي هو فيه مشروع مستقبل مصر، النواة بتاعته اللي منزرع فيه 360 ألف فدان بأحدث الأساليب الزراعية. وشفنا الطريقة بتاع ترشيد الري والري الحديث وطريقة استصلاح الأرض الحديثة والمعدات الحديثة بتاعة جمع المحصول، وشفنا المحطات اللي هي بتاعة الفرز والتدريج والتعبئة اللي ساهمت لي بجزء كبير جدا في الآونة الأخيرة ان يبقى عندي نوع من الرضا والامن الغذائي والامان كمان. الامن والامان، لان الانتاج بيتم باعلى جوده ممكنه وبيراعي صحه وذوق وجوده المستهلك اللي بيطلبها. ودي ادتنا حتى في مصر، لو ناخد بالنا في الفتره اللي فاتت خلت مصر تنفذ على الاسواق الخارجيه ونحقق صادرات في الحصلات الزراعيه والصناعات الغذائيه اللي هي مرتبطه بالزراعه فيما لا يقل عن 5.6 مليون طن، تخطت كميتهم ما يوازي 3 مليار دولار. إذا نحن نتحدث أن كل ما حدث من مشروعات سواء على مستوى الإنتاج الزراعي أو المزارع السمكية اللي تمت، المزارع السمكية اللي تمت في غليون وتمت في الفيروز وفي شرق التفريعة وفي قناة السويس، كل هذه المشروعات وتطهير البحيرات تم اتسمت بوسيره سريعه وحصل فيها تنميه، ادتني النهارده ان انا يبقى عندي اكتفاء ذاتي في الاسماك يقترب من 85%، بننتج 2 مليون طن سنويا. نفس الكلام في مشروعات الانتاج الداجني والمجمعات اللي هي خاصه بانتاج اللقاحات اللي كنا بنستوردها الاول. كل هذه المشروعات مع مشروعات تحسين السلالات للانتاج الحيواني اللي احنا بدانا فيها، وشفنا حتى الزياره بتاعت سياده الرئيس في افتتاح احدى المشروعات ومجمع السادات، اتسمت كلها بحداثة وتحديث. وهذا التحديث لم يأتي من فراغ، هو اتعمل عن طريق دراسات عارفين فيها بنعمل ايه، عارفين بنحدد ايه، بنخطط ايه، بنشرع ايه. حتى التشريعات اللي تمت كانت بهدف إزالة العوائق والعراقيل وتسهيل سبل الاستثمار، والكلام ده هو اللي اداني في قلب المنطقة اللي احنا فيها طبيعة خاصة ان يبقى عندي نوع من الامن والامان الغذائي. طيب دكتور احمد، حضرتك تحدثت عن كل الاستثمارات المهمة اللي بتخص صالح المواطن، كمان الدولة في هذا الخبر تحديدا تحدثت عن المحاور الستة او الجوانب الستة اللي بتخص الزراعة والتنمية الحيوانية والدواجن والاسماك وما الى ذلك. كيف بقى فكرة برؤية حضرتك تنفيذها علشان نحقق خطة الدولة؟ التحقيق حضرتك، احنا عندنا شق مهم جدا يمكن وصدر بيه توصيات من المؤتمر. نعم. اللي هو الاهتمام. احنا حضرتك تعلمي ان عندنا اراضي دلتا قديمه اللي هي الارض القديمه، واراضي الاستصلاح اللي هي الاراضي المستصلحه. الاراضي الدلتا القديمه انا عندي فيها ما لا يقل عن 5 مليون فدان عباره عن حيازات زراعيه مفتته. هذه الحيازات الزراعيه المفتته دي بتوجه لي، يعني عندي هنا فيها شبه مشكله اني عشان احط فيها خطه زراعيه وزراعات مجمعه لابد ان هيبقى في تعاونيات قويه.
فمن ضمن المحاور المهمة هو الاهتمام بهيكلة وتطوير التعاونيات الزراعية، لأن هذه التعاونيات هي اللي هتقدر تهتم بصغار المزارعين وتجمعهم، وهذه التعاونيات تبقى قادرة على إنشاء شركات وقادرة على إن هي تعمل خدمات أكثر للمزارعين، وتجمع الحيازات المفتتة دي في حيازات مجمعة، هي حيازة يعني حد معاه نص فدان، ربع فدان، معاه فدان واحد، فده ما بيعرفش يدير الربع فدان. فكرة كمان مش أيوة. فقط وضع الآليات أو وضع طرق المساعدة، ولكن كمان تنفيذها لمساعدة أيوة. المزارع، وبالتالي مساعدة المواطن المصري، وزي ما بنقول بالبلد الخير يعم على الجميع. دكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك.